أكد العميد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب الخليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور أن الإدارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة مستخدمي الطريق وتسهيل الحركة المرورية خلال احتفالات مملكة البحرين بعيادها الوطنية وذكرى تولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية، مشيرا بأن الإدارة ستكثف تواجدها المروري في الشوارع الرئيسية والطرق المؤدية إلى مواقع الاحتفالات بالتعاون والتنسيق مع الإدارة المعنية بوزارة الداخلية في كافة المحافظات. حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الرائد خالد بوغيس مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية. أهلا ومرحبا بك معنا في نشرة الثالثة. إذن لو نتحدث عن أبرز ملامح خطة استعدادات الإدارة العامة للمرور في إطار سعيها لتنظيم الحركة المرورية خلال المناسبات الوطنية في شهر ديسمبر. نعم، كما أعلن سيدي سعادة مدير عام الإدارة العامة للمرور أن الإدارة والوقوف على توجيهات سيدي صاحب المعالي وزير الداخلية في جاهزية كافة أجهزة وزارة الداخلية من ضمنها أكيد الإدارة العامة للمرور للترتيبات الأمنية والمرورية لذكرى العيد الوطني وأيضا تولي سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البر المعظم حفظ الله ورعاه لمقاليد الحكم أيضا ما يصاحبها نسمع لنا المناسبات عياد البحرين خلال هذه الفترة. وستكون يعني الخطة تقوم على اتخاذ الإجراءات لضمان أكيد انسياب الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطريق وتسهيل الحركة المرورية خاصة في المناطق التي ستشهد إن شاء الله فعاليات وبرامج خلال هذه الفترة، وستكون أكيد يعني الشوارع في أوج استخدامها وفي ذروة استخدامها ستكون هناك كثافة حركة مرورية، ويعني نقول ستكثف الإدارة العامة للمرور تواجدها إن شاء الله في الشوارع الرئيسية وأيضا في الطرق المؤدية لهذه الاحتفالات والفعاليات من خلال دوريات سواء المتحركة أو الثابتة أو شرطة المرور الراجلة نسمة تفضلت وقلت من خلال التعاون أكيد والتنسيق مع باقي أجهزة وزارة الداخلية. قد تكون يتنوه الإدارة من خلالكم، قد تكون ترتيبات المرورية تصاحبها بعض التحويلات المرورية في بعض المناطق سيكون قصد منها انسياب الحركة المرورية تسهيل الحركة المرورية ستكون بصفة مؤقتة حتى تعود الحركة طبيعية إن شاء الله. نعم، يعني مع استعداد يعني المواطنين والمقيمين للمشاركة في مختلف الفعاليات الوطنية في جميع محافظات مملكة البحرين، لابد وهناك يعني كلمة توجهونها للسادة المشاهدين المواطنين والمقيمين في إطار الشراكة المجتمعية للتعامل مع هذه الاستعدادات ولفهم يعني بالطبع الخطة المرورية الموضوعة من قبلكم. أكيد ستكون أهم الإرشادات أو النصائح اللي هي التزام بالقواعد المرورية التي ستضمن السلامة المرورية وتضمن انسياب الحركة المرورية. ستكون هناك إن شاء الله مع قرب كل فعاليات إرشادات مرورية ونصائح مرورية سيتم بثها من خلال وسائل الإعلام ومن خلال أيضا وسائل التواصل الاجتماعي، تنوه فيها الإدارة عامة المرور عن الطرق المؤدية وأيضا المواقف لهذه الفعاليات وأيضا المستجدات عن أي حركة مرورية. نحن دائما ننصح ونرشد مستخدم الطريق خاصة في هذه المناسبة، هي احتفالات إن شاء الله واحتفالات أعياد وطنية، عدم اتيان أو تجنب السلوكيات المرورية الخاطئة التي تؤدي في النهاية إلى خطر مستخدم المركبة نفسه وخطر على باقي مستخدمين الطريق. نفس بعض للأسف اللي ما نراه من قيام البعض بالاستعراض بالمركبة وهي ليست من المخالفات البسيطة بل هي المخالفات الجسيمة تؤدي إلى خطر وحوادث وخيمة خاصة نحن لا نريدها خاصة في هذه المناسبات، وأيضا تجنب يعني دار أصوات المزعجة بالمركبة وإغلاق راحة القاطنين والمناطق المحيطة. ترى أنت يعني مستخدم الطريق لا تستأثر بالطريق لوحدك، الطريق حق للجميع والسكينة حق للجميع. يعني فالكل يريد أن يحتفل دون إزعاج ودون إغلاق راحة، فدائما ننصح من خلال هذه النصائح. ومن أهم النصائح اللي دائما نشدد عليها لأولياء الأمور سلامة أطفالكم
أمر هام ودو علوية لدى الإدارة العامة للمرور، لكن أنتوا تعتبرون المراقب الأول لهؤلاء الأطفال، سيكونون يعني ستكون احتفالات مراقبتهم أثناء استخدام الطريق أثناء عبورهم، بعض السلوكيات اللي من ولي الأمور تمكين الأطفال من الخروج من بعض فتحات المركبة وعدم تدارك مفاجأة الطريق والتي قد تؤدي إلى وقوف مفاجأة وحوادث، وبالتالي هذين معرضين لخطر أكبر من جلوسهم الصحيح وأماكنهم، والمشاة ستكون هناك مناطق عبور المشاة التزام فيها. في النهاية نأكد على ما قلت أن يعني هاي فرحة وشركة الجميع مع بالتأكيد الكل مسؤول بالتأكيد. يعني في الختام لا يسعني إلا نشكرك على يعني ما تفضلت به الرائد خالد بوغيس من مديرية إدارة مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.